عندما كنت في التاسعة من العمر كنا مدعوين إلى حفل زفاف، فالوالد قال لي تجهز. ذهبت وفتحت دولاب الوالد فوجدت إزارا أخضر أعجبني، فأخذته قلت لأبي أريد أن ألبس هذا، قال لي لكن هذا، وانسكت قليلا ثم نظر إلي قال خلاص ألبسه. قلت له لماذا ترددت؟ يعني ليه أول ما أعطتني الموافقة؟ قال لا بس عشان نوع القماش المصنوع منه هذا الإزار ما هو فاخر، ما هو النوع الذي يلبس في الأفراح. قلت له طيب ليش قلت لي خلاص ألبسه؟ قال لأن الإنسان لا ينبغي أن ينظر بهذا المنظار، مدام نظيف وحلال مش مسروق وما يعيب رجولتك ولا مرؤتك البس. هذا الكلام وعمري 9 سنوات، يعني قبل 41 سنة، لا زال وقع العبارة التي قالها سيدي الوالد يؤثر علي كلما فتحت الدولاب، لا أكاد أكون مبالغا، في كل مرة أفتح الدولاب أتذكر عندما قال لي المهم أن يكون نظيفا وفيه جمال ويكون من حلال وما يكون في شيء يعيبك يعيب رجولتك. ثم لما بدأت أتقدم في السن بعد 9 سنوات جيت أقرأ في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدته يلبس ما وجد، وجدت أنه يلبس أحسن ما لديه في رواية أخرى. مرت السنوات بعد دراسة هذا الأمر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت أن هناك صناعة كبيرة في العالم أصبحت تقوم على ما عرف بالموضة أو الماركة السينيه. لا أتكلم هنا عن حرام وحلال، أنا أتكلم عن شيء آخر، وأن نوع من الهوس صرنا نعيش به تجاه هذه المنتجات جعل بعض الناس يصل إلى حد الاستدانة من أجلها، أو إذا عجز عن أن ينالها أنه يخرج ويشعر أن هناك شيء ينقصه، أنه ناقص لأنه لا يتعامل معها. أتذكر لما كنا راجعين من الزواج في تلك الليلة وكنت سعيد وفرحان، فالوالد قال لي شوف ما في شيء نقص منك يا ولدي، قيمتك مش الخرقة، الذي يجعل قيمته الخرقة فقيمته خرقة، والذي يجعل قيمته المقصد من وراء لباسه فقيمته المقصد. خطأ كبير نرتكبه مع أطفالنا ثم نشتكي منه إذا بدأوا يكبرون. بعض الأمهات يعني يشتكين، تقول الأم يعني بنتي متطلبة أكثر من اللازم في أشياءها، أنا ما أبخل عليها بس متطلبة كثير. هو سؤال، لما أحيانا أطفالنا يرفضون يلبسون الثياب ونكون مستعجلين وتقول لا أنا مش عاوز ألبس ذا، أنا عاوز ألبس ذا، أحيانا كلمة نراها سهلة لكن لها أثر كبير في النفوس. تقول الأم للبنت البسي ذا عشان تكوني أجمل وحدة، البسي كذا عشان تكوني أحسن وحدة. هذا خطر، خطر جدا، لأن هذا يغرس في نفس الإنسان أن الأفضلية والحسن والجمال مرتبط بقرارات الآخرين ليس بقراراتنا نحن. الكنز الذي شعرت به من هذه القصة، من هذا الموقف مع سيدي الوالد، أن الجمال ليس بما يضفيه الآخرون عليك، الجمال بما تعيشه أنت، الجمال أنت، أنت الجمال، فيك سر النفخة الإلهية، فلا تأذن لأحد أن ينتزع منك جوهر جمالك لتجعل مفهوم الجمال والاستحسان وسيلة لاستعبادك تجاه الناس. الناس يستعبدونك، استحسنوا هذا فرحت، لم يستحسنوا حزنت، فأصبحت قراراتك، لا أكثر من القرارات، أصبحت سعادتك مربوطة بالناس. أيضا في المقابل نحن في نظرتنا للآخرين لا ينبغي أن نقبل أن نزن الناس بهيئاتهم بأشكالهم بصورهم، لأن هذا خانق للجمال فينا قبل أن يكون مؤذي للآخرين. فالكنز هو أن الجمال أنت ليس ما ترتديه، الجمال في روحك حافظ عليه، ولا يعني ذلك أن لا تتجمل في الصورة، تجمل في الصورة لكن بالقدر الذي لا يسلبك جمال المعنى، لأن أي جمال للصورة يسلب جمال المعنى يصبح قبحاً.